هي ما كاينه حتى شي علاقه باش نقولوا القلق المفرط والغده الدرقيه كل حاجه بوحدها. غير علاش الناس عندنا هاد الاحساس باللي كاينه علاقه بيناتهم، حيت الاكثريه ديال الناس اللي كيكون عنده القلق المفرط كيحس بشي حاجه في العنق ديالو، في الحلق ديالو، واحد شويه ديال التقلقه، واحد شويه ديال ملي كيحس ملي كيكون مقلق حتى المعدة كتكون كتخذ إفرازات أكثر من القياس، وملي كدير المعدة الإفرازات أكثر من القياس كيكون دوك الحموضة كتوصل للحلق وكتمرض ليه الحلق، وكيقدر كاين الناس اللي كيحسوا بالقلق بشي حاجة واقفة ليه في حلقه. هادشي علاش كيمشي عند الطبيب ملي كيمشي يدير ليه داك الفحص بالصدى بليكوغرافي كيجبر دي نودول، ودائما عندنا بحال واحد العلاقه، اما هي في الحقيقه ما كاينه حتى شي علاقه، غير هي ما نساوش باللي هذوك الهرمونات ملي كيكونوا كثار راه كيعطيو للذات واحد الشحنه اكثر، وكيكون شويه متوتر والقلب كيضرب بزاف. هادو الناس اللي عندهم مشكل في الفرط في الافرازات، الناس اللي كيكون عندهم ضعف في الافرازات ولا نقص في الافرازات كتجبرهم عندهم واحد الخمول حتى في الحياه الاجتماعيه، ما كي يقربوش ليها بزاف، كينطاويو على نفسهم اكثر من القياس.